عايز اوريكم بقى بسم الله ما شاء الله. اتفرج اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. هات الحته الدايبه، فين الحته الدايبه؟ صح كده. الله، حد عايز زيت خروه؟ زيت خروه هو ربنا، يعني عايز تمشي بطنك، عايز تمشي اي حاجه، هتيجي تاخد زيت خروه. هذا البرشومي من الطائف، هذا البرشومي من الطائف، وهذا التين من الطائف، والتين من الطائف، التين الطائف شوف كيف صغير. ايوه، وهذا الحبه الشامي مزروع في الطائف، هذا الشامي مزروع في الطائف. بس هنا عاملين شغل جامد جدا في الطائف، مطعم حلو وجميل. قلب دي بقى كده، قلبها، هات الوش بتاعها الناحيه الثانيه، اللهم بارك. هات بقى غيرها، هات لي غيرها اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله. دي فراخ زي خش كده، خش ارفع خش يلا يا باشا، خش لي كده جوه. الناس هنا عاملين شغل جامد جدا، اللهم بارك. والاكل المطعم هنا اسمه ايه؟ تعالى اسمه المطعم، اسمه بيت المندي. بيت المندي، اكل هنا عامل ايه؟ هذه كبسه، اللهم بارك، كبسه فراخ. وهذا مضبي، وده مضبي، وهذا مندي. اللهم بارك، شكلت كله مع بعض بس لازم جلسه زي كده، لازم الجلسه، ما ينفعش يتاكل بمعلقه وكده، لا باليد، باليد. يلا بسم الله، صلنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد زي كده. يلا ارفع على طول كده، بيد واحده، بيد واحده، يلا ايوه، يلا قول امي جمل. الله اكبر، فين الرعشه؟ الرعشه فين؟ الرعشه با حبيب. المكان هنا بقى اسمه ايه؟ احنا في الهدى. العنوان احنا في الهدى، هذا الهدى مليان محاند ومنادي، محلات كثيره اللي بيجي حيا الله. والمكان هنا والله ماني عارف اسمه، لكن محاند هذا ومنادي، يعني حلو. هناكل وخلاص، يلا هناكل وخلاص. اجدع سلام لمكه حبايبي، وطبعا الطائف عشان الناس ما تزعلش، صح ولا لا؟ صح. وراك يا ابو اليمن، قول لي وريني عندك ايه؟ فين سمسم؟ اللهم صل على النبي. هات يا عم كده السلم، حبة البركة اللهم بارك. حبة البركة في الطائف، يعني البركة كلها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. علاج ده حلال زوري، اللهم صل على النبي. ده انا كده ما فيش حاجة ابلغ بيها. طيب يا عم، هو حد يحط لحد حبة البركة؟ ده صوتي كده، بص زغلل، صوتي زغلل. هذه بداية الفايدة بصراحة، يعني أنا عايز أقول له مش قادر أتكلم يا عم، والله العظيم ما عارفك. إديني ثاني كده، فين الثاني اللي تدوني هو؟ بسم الله ما شاء الله. إيه ده؟ هو أنتوا ما عندكمش على غير زيوت؟ هو أنا حاجة هنا أدوق زيوت بس؟ زيوت بس، يعني إيه الموجود هنا؟ زيت إيه ده؟ زيت الإيه ده؟ أملج ودون زيت المحلب، ده كلها زيوت شعر؟ نعم. يعني اللي عايز يعمل شعره يجي، يعني اللي عايز يطول شعره زي حالاتي يجي هنا ان شاء الله. طب في حاجه ثانيه هنا؟ هو في حاجات المساج؟ المساج ايه الشغل ده؟ بسم الله كريم. ليه بقى؟ فهمني، كريم ايه؟ زي الفيكس. زي الفيكس يعني إيه؟ يعني الركب إيه؟ دي كلها زيوت إيه؟ طب ما فيش حاجه، طب اسكر بيها حتى؟ ما فيش حاجه اسكر. ايه قول لي، تبقى تمشي بطنك؟ امشي بطني اعمل زيت خروه؟ حد عايز زيت خروه؟ زيت خروه هو ربنا، يعني عايز تمشي بطنك، عايز تمشي اي حاجه، هتيجي تاخد زيت خروه. اللهم صل على النبي. فين يا باشا؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده يا ابو اليمن؟ اكلني. عسل اسود؟ يا راجل كده، ده انت الاول اديتني زيت خروع، واديتني زيت زيتون، واديتني زيت حبه البركه، وفي الاخر عسل اسود. اللهم بارك، ربنا يرزقك الخير والسعاده. في ايه تاني؟ ايه اللي قصاد اللي تحت دي؟
خلاص كده يعني مش هندوق حاجه تاني؟ مفيش ميه ورد؟ ميه ورد الطائف فين الميه؟ فين ده؟ اللهم بارك. ميه ورد الطائف دي الازازه دي بكام؟ لا سعرها كام؟ خلاص ايه؟ 10 10 ريال. طب وده ايه ده؟ ده للوجه؟ نعم. يعني اللي بيعمل الوش وكده. وده ايه كمان؟ ده بالعطر الفاسي. يعني يعمل ايه؟ للوجه برضه. يعني اغلب السيدات يجوا هنا وياخدوا الحاجات دي. نعم. طب احنا بقى في الطائف فين هنا مكاننا؟ ده سوق البلد. سوق البلد في الطائف. نعم. طيب اهم حاجه اللي يجي يقول لك انا تبع اكله عدنان تهتم ان شاء الله عشان انت متابع ان شاء الله والراجل المحترم برضه. الوالد متابع. مين متابع؟ الوالد برضه. الوالد متابع؟ نعم الله يسعدك. طب في مواعيد العمل من كام لكام؟ من الصباح. نعم. من 9 لين 12 وبعدين من 4 لين 10. 10 الصبح ولا 10 بالليل؟ 10 بالليل. نعم ايوه. اهم حاجه الورد. ما عندك مشكله. والزيوت. الضمانه باذن الله. ربنا يرزقك يا رب. وياك الله يسعدك. المحل بقى اسمه ايه؟ اسمه حبات السمسم. حبات السمسم؟ نعم. والعنوان بتاعنا فين؟ في البلد. في البلد. في الطائف. فين في الطائف يعني؟ ما هي طائف كبيرة. البلد وسط وسط الطائف. جنب مسجد ايه؟ العباسي. جنب مسجد العباسي؟ عبد الله بن عباسي. عبد الله بن عباسي. نعم. من اجمل الرمان اللي تشوفها في حياتك. اه. رمان بيدا. 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 بنقى 30 30. طب والتين ده فين؟ فين التين؟ دواني كده تين الطائف؟ دواني كده؟ شوف اللهم صل على النبي. دواني. الله. سكر سكر. سكر. وهنا دي القشطة الخضراء. القشطة الخضراء من ين؟ وهنا التين البرشومي والتين الشوكي وكل التينات موجودة هنا. بسم الله ما شاء الله. يعني التين يزرع هنا سواء الكبير هذا الشامي ولا حتى الأخضر. طبعا أنا عايز أقول لك حاجة يا سيد الدكتور المحترم إبراهيم المطيري. ده إيه؟ تين؟ بسم الله ما شاء الله. شايف كيف؟ ممتع. لك يا سيادة المستشار دلوقتي الصح في الإحرام ان احنا نيجي هنا أبها قصدي الطائف طيب. ولا من هناك التنعيم؟ لا 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 التنعيم فقط لأهل مكة. التنعيم فقط لأهل مكة والمقيمين في مكة فقط. انتم لازم تخرجون اما على السيل تمام او ميقات وادي محرم. هذه الميقات اللي انت الان ايه انا احرمت منه بالضبط تمام. ويجوا بعد كده يشتروا الفاكهه بقى. لان انت جاي من وين؟ انا جاي من جاي من مصر. ايه اما انك انت لازم تخرج ما دام دخلت انت تخرج اما من الطائف او المواقيت المعتمده. لكن احنا من الاول هو مظبوط. لكن في البدايه اول ما تجي لازم تجي من ميقات الشمال اللي من جهه ميقات اهل المهجر. نعم بس احنا كده يعني ان شاء الله العمره ان شاء الله تكون مقبوله بفضل الله من باذن الله باذن الله. والفاكهه اهم حاجه هنا فاكهه الطائف لازم. اللهم الله اكبر. طب الطائف الجميله انت منين؟ انت منين؟ انت منين؟ من اليمن منين؟ من صنعاء. صنعاء صنعاء على راس الخليفه صلى الله عليه وسلم. التين الجميل كل حاجه حلوه هنا. المانجا المانجا المصري المانجا المصري اللهم صل على النبي. يعني بصراحه المانجا بص الله اكبر. في عندك كذا تمام. وهنا كمان كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة كل حاجة زي الفل بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وادي الفاكهة الجميلة اهي موجودة. طائف ايه ده؟ دي مانجا؟ هات مانجا اديني مانجا. منين المانجا؟ انت مالك زعلان كده ليه؟ اوعى تكون زعلان. المانجا دي منين؟ مانجا ها؟ جيزاني حلو. دي مصري مصري الراجل قال لي مصري شو عشان انت كدبت عليا وقعت مانجا المصري منورة الطائف هنا بسم الله ما شاء الله. الناس هنا لما تيجي تكون مبسوطة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبكم في الله. تكلم مع الله.